بعد ما ترشحت تونس في كاس العالم رينا تصويره قلنا وفا مع تصفيه القلوب ومعتها وزاره الرياضه مع الجامعه والناس كل فرحانين في رئيس الجمهورية واستقبال المنتخب من رئيس الجمهوريه. شنو اللي صار؟ مش عاودنا رجعنا لنفس الوضعيه تاع قبل الماتش 23 مارس او 26 مارس 2022. معناتها شنو اللي عاود وتر العلاقه ما بين الوزاره والجامعه اللي خلى اليوم الاجواء مشحونه واللي ما نجموش ننكروا راه ما كان باش نحكيوا بمنطقه اللي ما نشوفوا في حد شيء او لا نحن كوزاره ما عندناش مشكله. اذا كان نحبوا نحلوا المشكله لازم الناس كل تصارحوا بعض. انا نحكي لك راه كمواطن تونسي مش نحكي لا محامي نحكي على القانون. انا اليوم نحب تونس تمشي في احسن الاجواء. اليوم انا كنشوف مثلا المنتخب السعودي يقع استقباله من ولي العهد معناتها تاع المملكه العربيه السعوديه ويستقبلهم ويشكرهم في ستاج لا قبل ستاج وقال لهم راه نعرف لي معناتها المجموعه صعيبه لكن احشرفوا البلاد شر انا مش بالنتائج قال لهم متى ما كانوش مطالبين كانوا تعملوا خيبه باش يقع مع تنحيه المنتخب. لا حتى هي البول زاد بتنجم تعمل لا لا لكن مهم مهم نعيمه مهم لو ديسكور ديسكور ممتاز اكيد 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 يكون ما غير السابق ينجم يعمل بريستاسيون ما نقولش ريزولتا. دونك مفروض نحن حتى كمنتخب وكجمهور وكناس شيخه وفرحانه نحسوا اللي الشعب في واد والباقي الاخر كله في واد واحد اخر. الشعب ناس تحضر في رواحها ناس ماشيه ناس تو تختار في كل الحارس الثالث المنتخب ودخلت في القائمه قبل ما معناتها الجاليه التونسيه في قطر كيفاش فرحانه وتمشي معناتها ليسيت اللي موجودين فيها بضربوا تونس وفرحانه وتضحك. علاش نحس كاين معناتها ما في قطيعه معناتها اليوم السلطه والكوره والمسؤولين مع الشعب. يا سيدي صفي الناس كلها تصفي قلوبها لاجل تونس ومن بعد مش مشكله اللي عنده اللي عمل يخلص واللي غلط يخلص. حتى حد ما يدافع لا على الغلط ولا على ولا على اي تجاوز من اي نوع كان. حتى واحد بنجم البيكوسيوني سا ناس كل تتحمل كل واحد مسؤوليه نتاعو. هذا انا سؤالي كمواطن تونسي نحب الكوره وشيخ على الكوره ما مانيش في الباقي معناته.